هذا الموضوع نتابعها في هذا التقرير لعلي خلف. ما زالت الحدود البرية والنهرية نقطة خلاف وشد وجذب بين العراق وجيرانه، وشط العرب الذي تقاسم العراق وإيران مياهه في اتفاقية الجزائر عام 1975 يمثل أبرز هذه المشاكل، حيث تؤكد المصادر أن التآكل الحاصل في الضفة اليمنى للشط وعلى طول المسافة البالغة 6 كيلومترات يتسبب سنويا في فقدان ما يقارب 100 دونم من الأراضي الزراعية لصالح إيران من خلال تقدم خط التالوك باتجاه المياه الإقليمية العراقية. وخط التالوك هو خط وهمي جرى تقسيم الشط على أساسه، يمثل أعمق نقطة داخل الممر المائي. كان أرض الشط سابقا تقريبا 1000 متر، في 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 وقت الحاضر أصبح أرض الشط ما أقل من 700 متر، أكثر من 500 متر صار للاتجاه الإيراني. مع العلم إحنا بيوتنا كانت عشط انهدمت وراحت بالشط. أساتذة قسم الجغرافيا في كلية الآداب طالبوا الحكومة بإلغاء الاعتماد على خط التالوك في تقسيم مياه الشط بين البلدين الذي يتغير سنويا بتغير مجرى النهر واستبداله بخطوط الطول والعرض الفلكية، محذرين من ضياع العديد من الأراضي العراقية. هذه المجاري المائية عبارة عن مجاري غير مستقرة عبر التاريخ، غيرت مجراها عدة مرات، وبالتالي جاي تمر بعملية التآكل والترسيب تارة من الجانب العراقي وتارة من الجانب الإيراني. وأن هناك اندثار في عمق ما يقارب 25 إلى 30 متر من الأراضي من الضائعات، أصبحت ضائعات في شط العرب، وهذا أثر سلبا على ملكية الأراضي للفلاحين. في الوقت الذي تصول فيه إيران وتجول في مياه شط العرب وتضم مساحات من أراضي العراق لصالحها، أعرب الصيادون عن نقمتهم على خط التالوك الذي جلب لهم حسب تعبيرهم الويلات لكثرة تعرضهم إلى القتل وأعمال العنف ومصادرة الممتلكات من قبل الدوريات البحرية الإيرانية. من قضاء الفاو علي خلف، العربية. لمناقشة هذا الموضوع معي السيد علاء الدين طاهر مدير الموارد المائية في البصرة. مرحبا بك سيد علاء. ما سبب ما يجري في الضفة اليمنى من شط العرب وهي ضفة العراق من حالات انجراف؟ ما السبب؟ يعني بسبب الحروب وبسبب المشاكل اللي تعرض لها العراق سابقا، بسبب هذا الإهمال ونتيجة لحركة التيارات المائية والزوارق، وكون التراب ضفة شط العرب هي تراب رسوبية، بالتالي ساعد على انجراف وانحراف مجرى شط العرب، وكون الانحراف هذا شديد في الجانب العراقي وخصوصا في منطقة سيحان. طيب. حيث يعني تم حيث ان مجموع اطوال يعني المنطقة التي انحرفت وحصل فيها انجراف وتآكل في منطقة سيحان اللي هي احدى نواحي السيبر التابعة لقضاء بالخصيب. طيب. بحدود 6 كيلوات و 750 متر. لو تحدثنا عن حجم الأراضي اللي جرفت منذ اتفاقية الجزائر عام 76 وتحديد خط التالوك اللي هو يعتبر العمق، بس هسه الأمور أكيد تغيرت، نسبة الأراضي التي قضمت وجرفت من ضفة العراق من ذلك الوقت. يعني شط العرب هي قناة ملاحية، يعني قبل أن تكون قناة روائية، ويفترض تضافر كل جهود كل الوزارات المعنية بهذا الأمر، إلا أنه لا بأس أنه وزارة الموارد المائية حفاظا على هذا على يعني الأراضي العراقية. نعم. وتجسيد الحالة الوطنية باشرت، وتبنينا الموضوع نحن شخصيا مع وزارتنا ونفذنا في البدء في أحرج نقطة 500 متر طول تنفيذ بطريقة دق الصفائح الحديدية. نعم. وتلتها يعني مراحل أخرى من مشاريع تم تنفيذها عن طريق. طيب. أقفاص الجابيون المملوءة بالجلمود والمسنودة بالحجر، هذه طبعا تعتبر هي حماية وقتية وليس حماية دائمية. واستطعنا أن نوقف الانجراف الحمد لله. نعم. استطعنا انه اذا كان هو هذا حل وقتي، تعتقد احرج إنه مناطق. نعم. في شط العرب،
إذا كان هذا هو حل وقتي اللي سوته وزارة الموارد المائية، هل يعني ذلك بأن الحل يجب أن يكون سياسي، خاصة أنه خط التالوك مو مثل قبل، يعني في كثير من الأراضي راحت؟ هل الإيرانيين عندهم فكرة؟ هل هناك حوار معهم أنه يا بتر الأمر تغير؟ هذا يا سيدتي، الموضوع يعني إذا تريدين تعالجينه هو موضوع سياسي، يعني الأخوة السياسيين هم اللي يتحركون بهذا الاتجاه. أنا حقيقة أتكلم من جانب فني، أنا أشرح لك القضية من جانب فني. طبعا يجب أن يكون هناك تنسيق ما بين البلدين لوضع، يعني هي اتفاقية ماضية، يعني ولو وضع بعض، يعني تعديل بعض البنود أو وضع فد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص. نعم. إلا أنه أطمئنك وأطمئن أخواننا في العراق أنه الحمد لله المناطق الحرجة تم حمايتها وتم إيقاف الانجراف، وبإمكانكم أنه تصورون هذا الشيء، يعني في هذا الموضوع في أي وقت. شكرا جزيلا لك السيد علاء الدين طاهر، مدير الموارد المائية في البصرة. كانت هذه آخر فقرات حلقة هذا الأسبوع من برنامج من العراق، أعدها لكم نوفل الجنابي. كالمعتاد أذكركم ببريد الحلقة لآرائكم from iraq@alarabiya.net. محتوى الحلقة موجود على موقع العربية في أرشيف البرامج. أترككم مع رأي الشارع العراقي بما يحدث في شط العرب، حيث تجرف المياه الطين من ضفة العراق لتضيفها إلى الضفة الإيرانية. استودعكم الله. لازم ينتبهون الأراضي العراقية، يعني الحدود مالتنا هي اهم شيء، هي حدودنا. يعني اذا ايران طبت علينا شنو ظل عندنا؟ ما يصير اراضينا احنا، لازم هم يقضوا حدودهم حقوا حدودنا. يجب على الدوله وعلى المسؤولين توضيح هل هذه حقائق ام اقاويل. هذه شغله خطيره ما حد يرضى بها. الحكومه، حكومتنا الوطنيه، الحكومه المنتخبه، ان تلتفت الى هذا الموضوع وتثيره مع الجانب الايراني، يعني وهذه مساله المفروض تاخذ يعني وضعها القانوني.